في شخص بعت لي الصوره دي بيقول لي هو انا ممكن اركب عروسه بالذكاء الاصطناعي؟ قلت له انا ما جربتش بس تعال نجرب سوا. اول حاجه هكبر له الصوره شويه عشان نقدر نغير فيها براحتنا، وبعد كده هحدد مكان مثلا شخص قاعد جنبه، وبعدين هكتب له وليكن عروسه مثلا. بصوا بقى الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه. اول حاجه هيحمل شويه، بعدين هجيب له عروسه، ما عجبتهوش هيختار التانية، ما عجبتهوش ممكن نختار له التالتة، وبس كده يا صديقي.